السلام سي وشاي اخويا العلاني مزيان الله يحفظك مرتاح كل شيء وهذاك الله يحفظك حنا بعضياتنا ما كنشوفوش بعضياتنا بزاف ولكن ماشي مشكل حتى اللي غابر بشي اي لا حنا دابا الرابط بيناتنا هو الكلير ما كنمشيش كلير ما حاش نتشوفوا خاف المحل العالم ما نطولش عليكم اخويا درنا الباك اللي يعني كان طالب ديالكم نتوما ودرت واحد الباك اللي ما كاينش باش هاد الباكات اللي دازو هو اللي كان متنوع داخله فيه المبره اللي كان ديالنا 750 درهم وكان اللي داخل فيه البغوشي وكان اللي دار فيه جوهر عاوتاني كذلك اللي كان داير 1400 درهم والثلج عاوتاني كنا دايرين 950 درهم وهذا الباك هذا يعني غادي يكون الثمن ديالو هو 2500 درهم ولا ليبريزو على حسب المحل بغيتكم تفرجوا الاخر حيت متنوع وزوين زوين بزاف هذا الباك رقم واحد بامكانك اختي تقيدي معايا شوفي عارفي شنو كاين بشويه عليك بلاتي واللي بغا تغير القطان حنا حتى راه السلاس كنديروه معاكم اللي بغا تقلب بياسة عاوتاني كذلك يعني كيبقى تفرق غير اللون راه نغيرو لك اللون بحال مثلا نديرو الغيت هذيك باك واحد وتحولها على باك ثلاثة ما عندناش المشكل هذه اللبسة باك رقم واحد هذه المبرة اخو العالمي لاصو هذه المبرة هذه اللي كنا دايرين ليها 750 درهم الثمن ديالها كدير 1200 درهم فيها عبار كبير يعني 3 متر ونص ما كاينش 3 متر 3 متر ونص وهذه جوهره كذلك دو بياس هاد المبره راه كتصلح قفطان وكتصلح كذلك تاش كيشطر بغيتي ديرها كشيطه وبغيتي ديرها تاج اللبن حضور علاش لا طرزي ونبتي هذه جوهره اللي كانت دايره 1400 درهم يعني هي داخله في الباك بالقفطان ديالها اللي هو هاد غادي سوا وكنقول لك هاد الباك رقم واحد 2500 درهم هذا رقم واحد يا شباب ايه ها جوج اخويا باك رقم جوج تاو كذلك فيه تليجه فيه جوهره تليجه جوهره في اورغونزا دو سوا وفي المبرة دو سوا اللي كنقول لك دايره 950 درهم هذه اللي سرحت لكم دابا في الباك واحد راه بحال بحال هذه اللي هي في الباك جوج الرقم فاش الفرق فاش كاين غير في اللون هذاك لون وهذا لون انا طلع عليه العبار ديالها هي كذلك 3 متر ونص على متر ونص بغيتي تدخلوا في الخياطه مرحبا على الراس والعين هذا الباك رقم جوج ها اورغونزا دو سوا ها التليجه عاوتاني اللي هي جوهره هنا هذه الجوهره كذلك كدير 1400 درهم والمبرة بلاصه 3 متر ونص حتى هي كذلك فيها 3 متر ونص ما كاينش 3 متر 3 متر ونص هنا ونزيدك حاجه اخرى بالنسبه لهاد المبرة دي راه كيف كنقول لكم راه صالحه للطرز وصالحه للتنبات ما تخافي والو توكلي على الله شي حاجه دارها هذا الباك رقم 2 بالنسبه للتوصيل كما كنقول سي بشاب انا التوصيل راه كاين يعني الامانه تاخذ مثلا الموديل اللي بغيت صافي السمية والكنية تبع السمية والكنية وان شاء الله يوصلك الامانة حتى لعندك اييه وهذا الباك رقم ثلاثة يعني هذا الي صعب هذا الريش هذا تعرفتو فين كيجي يعني كيجي القدام بحال هكذا فيه دو بوند يعني كتجيك في الجنان وكتجيك في الصدر هاهي هذا الباك رقم ثلاثة وفي هذه راها كتجي في الصدر واللي ما بغاش ديرو غير لتحت راه ديرو غير لتحت والعبارة تا هو كذلك 3 متر ونص على متر ونص وفي عاوتاني جوهرة دو بياس القفطان ديالها تا هو كذلك اللي هو دغادو سوا اللوين تا هو زوين مزيان هنا لا طوندونس حرير اللي كتبغي شي حاجة قادك طايحة راه طايحة ونازلة بزاف وداخلة معاها عاوتاني هذا الباك رقم ثلاثة داخلة معاها عاوتاني موزونة اللي هي ايفازي كتجي الزواقة ديالها في الجلال وكتجي في الكموم وبالنسبة للدوبلور كتختاري اللون اللي عجبك انتيا يعني فيها جوج لوان فيها هذا وفيها البلوغو ما بغيتيش اختي الفيغ بغيتي ديري البلوغو ديري البلوغو وتا هاد الفيغ هذا اللي بغيتي تغيري ليه الدوبلور ديالو راه ممكن ديري لون اخر اللون اللي عجبك هي فيها 3 متر ونص على متر ونص بوحديتها داير 2500 درهم اليوم داخله في الباك وكنقول لك 2500 درهم باك كامل الباك رقم 4 الحاج العالمي الباك رقم 4 هو كذا كيف كتشوفوا في اورغونزا دو سو بحال اللي سرحت لكم دابا وفيه نيت هاد جوهره راه هي هذه اللي سرحت لكم دابا قبل منها كيف كتشوف معايا وفيه المبره هذه راه مبره حرير الا كنقول لك حرير حرير ما كانش حرير ردوا اللي كنقول لك ماشي حرير راه ماشي حرير هذه حرير 3 متر ونص وهذه جوهره دو بياس راه محطوطه في ساتان دو شيز وهذا الثوب فاش محطوطه هذه الزواقه هذه محطوطه في ساتان اللي هو حرير وهذه راه اورغونزا كيف قلت لكم العبار راه كيبقى هو هو هذا الباس رقم 4 خمسة حاج العالم رقم خمسة خمسة سوا كذلك المبرة وفيه بغوش يدو سوا كيدير 1500 درهم سوا نصرح لكم تشوفوا وفيه هاد الموزونة ديال إليسان سيارة فيها لوينات هما غادي تشوفوا يعني في الأرقام اللي هي جاية من بعد هذا بغوش يدو سوا والعبار ديما اللي كتسول على العبار العبارة ديما وافي هذا راه فيه 3 متر ديال العبار تاو كذلك صالح للطرز والتنبات ولا بغيتي ديري تلبسه راه حنا خيطناه تلبسه راه كيجي لبسه كتديري غير الخيطين تحت منه المبره بلا ما نسرحها العالمي خويا راه هي باينه
دابا ندوز لك لهذه اليسار. هذه اليسار فيها دو بوند، يعني فيها هذا الباندو وفيها هذا الباندو، 3 متر يدمي في 3 متر يدمي، ضربها كضربها في جوج كتعطيك 7 متر ديال الصاري، يعني الكلوش كيف ما تشهنت. ها هي هذا عاوتاني كيف كنقول لك الثمن، باش نذكركم الثمن اللي ما عرفتش الثمن، راه هو 2500 درهم، مع العلم هذه بوحديتها كدير 2500 درهم، ونزيد لك معاها جوج بياسات بغوشي دو سوا، ونزيد لك معاها النظره كنقول 2500 درهم. نشوفوا دابا العلم السخو ياك. ايه دابا رقم الصف. السحبي. السحبي كذلك فيها المبره، فيها البغوشي دو سوا، البغوشي هو اللي سرحت لكم دابا، وفيها حاجه اخرى، فيها الصاري اللي داير 3000 درهم بالربوعه، هذا ربع، كيف كتشوفي معايا دابا بحال دابا هذا ربع، انا غنوريك الدوفون ديالو، وغنوريك الضر، وغنوريك راس الكم، وغنوريك الرقبه، انا معاك، دابا هذا كيف شفتوا معايا هذا ربع، هذا أربع لاخر يعني فيها بوش وفيها دروة، ها الداخل ديالها كيف كتشوفوا معايا، أنا غنسرح الصاري كاملة باش تبان لك بالوضوح، هذا، هذا ما عندوش فيه شي حاجة كثيرة، ها الصاري ديالك، هو، هذاك راه أربع، ها هو هذا أربع دروة، وهذاك راه أربع قوش، يعني واحد قوش وواحد دروة، تجي تشوف معايا أخا العالمي، هذه الرقبة مفصلة راسها، هذه الرقبة مفصلة راسها، هاد الزواقات هادو كاينين جوج ديال راس الكم. هادي كتجي في راس الكم كيف كنقولوا حنا، يعني بحال هكذا تجي كتجي في راس الكم، وعاد غنوريك عاوتاني الظهر، شوفوا معايا الظهر ها لاطخين، هادشي عاوتاني راه كيجي اللور الظهر، هذا لاطخين، هادي كلها كتجي مطلوقة وراك، وكذلك ما كنساوش الرقبة من الخلف، يعني تا هي راه هادي كتجي على الظهر اللور من الرقبة هي كتجي شادة، وهابط لك هذا الربع هذا، وكنقول لك 2500 درهم، وكنعطيك معاه المبرة، وكنعطيك معاه البغوشي دو سوا. سبعة العالم يا خويا، سبعة هي كذلك فيها البغوشي دو سوا، ها هو كيف كتشوف معايا، العبار كبير، وفيها المبرة، وفيها الصاري، بحال دابا هاد الصاري هذا، يعني راه هو هذا اللي سرحت لكم دابا، فاش كاين الفرق غير في الألوان، الألوان فين كاين الفرق، هذا الباك رقم سبعة، ها هو هذا سبعة، نشوف ثمانية عاوتاني. ثمانية. هذا عاوتاني العالمي اللي صعب، هذه المبره لا سوا يعني راه باينه لكم بلا ما نسرحها، والاهم حاجه غنسرح لكم هي اللبسه والقفطان، يعني باك زوين والثمن تاهو كذلك اللي كان هو ثمن زوين واحد الهوسه، يعني واش غنقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد بالصحه والراحه للجميع. 3 متر ونص ديري كلوش كيف ما بغيتي، ها هي قول يا العالمي خويا عندك شي حاجه قول لي، ها اللبسه عندي ما نقول اسي بشي احسن ما كاين، يعني الباك صراحة هو هذا بشي ملي كيهزل شي حاجة راه مخلي ما تقول، هادي اليسا هادي كتجي في الجبل، واللي بغا ديرها كذلك عاود ثاني في الحوض راها كتجي هنا، واللي بغا ديرها في صدر راه كديرها في صدر، والناس راه اذواق، هاد ثلاثة البيسات عاود ثاني 2500 درهم اللي هو الباك رقم 8. دابا نشوفو السعودة اخر عالم، تسعة الرحمة، البغوشي دو سوا، وها التكشيطة، وها المبرة، يعني هادو راه ما باينينش، كنا غادي نسرح أخا العالمي اللبسة، التكشيطة بشايب تما زيرة باليد هاكا، باليد كل حجرة وكل عقيقة باليد، راه ماشي ماكينة ولا سبيل، مكاينش شي حاجة حنا كيف كنقولو، مضمنوش شي حاجة ماشي هي هادي، أنا ماشي مشكل ما تبرزش راسك العالمي، عندنا هذا، كيما نقولو هاد الحجرات هادو راه كلهم. كل حجرة خيطها، عشرة فين هي اللي تلقاها؟ واحد الباك هرب مشي على أن شي راسو غادي يدوز مع خوتو في الثمن، ماشي مشكل، هذا الباك رقم 10، تا هو كذلك هو في الأوردونزا دو سوا، ديما العبار كيبقى كبير، كنزيد لك المبرة عاوتاني هي تاهي كذلك حرة 3 متر ونص على متر ونص. وكنزيد لك عاوتاني هاد الإلي صعب هذا، كيجي تكشيطة، ويجي قفطان، واللي عطاه الله مناش علاش اللي ما ديروش حتى جلابة للخضر، هذا الباك رقم 10، صحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ندوزو ل 11 اللي هما أبن أو يعقوب عليه الصلاة والسلام، ها البغوشي دو سوا، وها المبرة دو سوا، وها اللبسة دو سوا، والثمن ما كيسوى، اللي هو 2500 درهم، والتوصيل راه على حساب محل، على حساب رميسة.
خلاص. وبالنسبة للكليان الجداد راحنا في كازا حي الحسيني شارع افغانستان البرنس بالضبط بالضبط لاصق الباب الجامع. عطنا شمولي العالم ماشي كذلك راها نفسها في هاد اليسابادا وفي المبرا لاسوا الايطالي وفي عاوتاني هاد اورغون دو سوا كذلك فرنسا يعني دابا راك غير في اوروبا ب 2500 درهم. هذا الباك رقم 12 غنوريكم عاوتاني الباك رقم 13. هذا الباك رقم 13 هو كذلك فيه الغوشي دو سوا ها هو زين وفيه المبرا وكاين عاوتاني هاد اليسا بادي استغلوا شويه نهضروا على اليسا على اليسا درت لها انا هاد اللون هذا بغيتي ديري لها هذا راه ممكن بغيتي ديري لها البلو راه ممكن بغيتي ديري لها 3 بياس كذلك راه ممكن ما عليك غير تواصلي مع الدراري والدريات وقول لها اقترح عليك اللوينه كيكوني راه هذه كتخرجي منها بزاف اللون يعني هاد اللبسه بوحدي صار 2500 درهم وشو اللبسه فاش بقات لك المبره اللي كانت دايره 750 درهم وهذه كانت دايره 2500 درهم بغاش يدوزوا ب 1500 درهم اليوم هادشي كامل 2500 درهم. هذا الباك رقم 13. ما بالنسبه للخياطه راه غير نزهر يعني شي حاجه خفيفه باش هاد لاقا اللبسه مبارك عليه ما خسرش عليها بزاف الخياطه لا هي ولا هاد الصاري هذا نيت يعني هادو ما يحتاجوش خياطه والصاري عاوتاني. هذا الباك رقم 14 او خو العالم. هذا الباك رقم 14 الصاري راه ديري في ربعه بغيتي تقلبي اليوم راه ولا كيديروا في صدر ديري في صدر ولكن على حساب السيده اذا كانت عامره وخا ديري في صدر الا كان شعبه ضعيفه ما ننصحكش بها. هذه عاوتاني باك اخر تليجه توجج الباسي ومبرة تليجه لاسوا طاليان ومبرة هي كذلك لاسوا اللوين هذا كيف كتشوف معايا هذه راه تليجه نسرح لك هذه نسرح لك هذه ومبرة راه باينه خال علاني هنا هاد تليجه حسب معايا هاد تليجه ديري لها برومو 900 درهم. وهذا واش هذا الباك هذا قال لك ياخذوا بحال هكا الا كل وحده كتاخذ بياسه. اييه يعني حتى ما واقفاش عليه ماشي نبقاو حنا نقولوا غير العروسه العروسه حتى من غير العروسه راه تلبس. هنا يعني كل شيء راه يلبس ها هو هذه تاهي تليجه اخرى المبرا راها باينه. هذا الباك رقم 15 الباك رقم 15 اخو العالم. اللي ما بغاش يتزوج حبيبي ثق بيا والله الا اللي ما بغاش يتزوج بالله انا لا واه باش عبي يتزوج الا غادي يخسر الا 2500 درهم قاعات واقفين 2500 غادي ياخذ غير الباك بارك عليه شي دراري العالمي خويا غير الدراري كيخافوا صافي مال الدريات مساكن راه ما كتقلبش على شي حاجه راه ما كتقلبش على الفلوس ولا على الباك ب 20000 درهم ولا كتقلب على راجل كتقلب على شخصيه قويه ما كتقلب على شخصيه قويه وكلام زوين يعني الراجل اللي عارف كيفاش يتعامل مع المراه الراجل اللي كيعرف يخاطب المراه راه ما خاصها والو يا عباد الله راه خاصها غير اللي فاهمه اليوم دايره لك مره ميساء باك 2500 درهم وطردي الخاطر والله يخلق منك زرع الزريعه 2500 درهم انا سيدي حبيبي اللي صعب او تليجه عاوتاني سرحه تشوف ها هي ما كاين غير سرح وتا بالنسبه للتليجه العالمي اللي بغا يبدل للدريات اللي بغات تبدل اللون ديال التليجه ولا شي حاجه راه ماشي مشكل راه كاين لوينات اخرى بامكاني باش نبدل لك اللون الى مازال عندي والى يعني ونبقى في نفس الشكل يعني كنقول تقدر مع الديزاين ما كاينش المشكل نبدل اختي الله يرزقها الصحه والسلامه ما كتبقايش مقيده بشي حاجه الحريه مع رميساء. هذا الباك رقم 16 ونشوفوا فوق 17 العالمي ها هو 17 عاوتاني تا هو غزال بزاف اللي فيه التليجه تا هو كذلك وفي هاد الموزونه البلوغوا وانا درت لها هاد الغوز هذا اللي هو فيشيا بغيتي ديري انت شي لون اخر على راسي وعيني بغيتي ديري اللون في اللون مرحبا ما كاينش مشكل كيف قال العالمي قبيله راه ماشي بالضروره غير العروسه اللي تلبس راه تم غير العروسه بامكانها باش تلبس وتاخذ هي وتعطي لصاحبتها. هاد الموزونه راه كنقول جايه ب 1500 درهم اليوم راه داخله في الباك راه واش فاش درت انت هاد الغوز بحال هكا يعني بين الزواقه يعني بانت احسن من اللون في اللون يعني مثلا درت الزرق الموزونه بالزرق يعني غادي تغمر شويه هكا جات احسن جات باينه سي بشعب راه دائما كيدير لك يعني القفطه اللي غادي يبين لك التكشيطه ماشي اللي غادي انا حبيبي كنفكروا كيف كنديروا في العالمي القفطه غادي يناسب اللبسه حيت اللبسه كتهم الحلو الاولين الا ما كانش قفطانه ما عرفتش كيفاش شكون كيجي عندي انا كيفاش قدم عندي خاصني نعطي الخدمه حقها والمباقي راه على الله سبحانه وتعالى 2500 درهم كاينه 17 بياسه
واللي بغات تغير اللون بحال مثلا الثلجه اللي عندنا فيها شي لون اخر كاين في المحل يعني اللي بغات تبدل هذا اللون بامكانك باش نبدلو لك. حنا كنقولوا جميع التسهيلات كنديرها معكم. وبالنسبه لا ليفريزون هي كذلك كتبقى على حسب المحل يعني اللي غتخلص كل شيء هو 2500 درهم. واللي كليان جديده هي كذلك اول مره قالت لك بغيت نضمون من عند روميسو ما عرفتش طريقه التعامل ديالهم كيفاش دايره معك اختي غير تسكرين الباك من اللي شفتي دابا انت او تختاري الرقم اللي بغيتي وكتصيفطي في الواتساب في النوامر اللي كاين عندنا تحت الصندوق الوصف وراه غادي يصيفطوا لك وتا كتجي الامانه ديالك كتعطيهم الاسم والعنوان كامل زائد المدينه ما تنساهاش وملي غتوصل الامانه ديالك توصلي بها عاد غتخلصي امانه بار امانه ما تشغليش بالك جميع التسهيلات سمع لك غير تكليكي على الجيم والبارطاج.